كون رزق على تواش مبروكة بصحة وسلامة وكل ما تمنيتو. المهم ما عرفتش الطقوس ديال كل واحد في 27 أو ليلة القدر أشنو كيدير. كاين اللي كيدير الكسكسو كل واحد وشنو كيدير، اللي كيدير الدجاج محمر كل واحد. حنا كنا مرة كنبدلو، فاحنا غنديرو الدجاج محمر مع السفة، وغادي نصايب واحد البريوات ديال البطاطا. عندي البطاطا مقطعة كمكعبات، وعندي الماء درت فيه البطاطا، وغندير معلقة ديال الملحة وغنخليها تسلق. كاين اللي كيسلق البطاطا عاد كيقشرها، انا كنديرها بطريقه كتجيني سهله، فليكم الاختيار. كندير واحد المعلقه ديال الملح وكنخليو هذيك البطاطا تطيب مزيان. ودابا غادي ندوز نوجد شنو غندير معاها، فكيبقى لكم الاختيار. ممكن نديرو غير بطاطا وفخوماج. انا هنا جاي ليا راسي ندير معاها شويه البصله هكا، حاولت اني ندوزها في الفرامه باش تجيني رقيقه باش ما تجيش باينه في البريوات، فهمتوني؟ هنا كيف كتشوفوا خديت واحد المقيله درت فيها شويه ديال الزيت، وغادي ندير فيها هذيك البصله هكا تحمص تاخد شويه اللون باش يدخلها الطياب. المهم هنا غندير لها شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، ونخليها كتشحر حتى تتخلص من داك الماء وتنشف عندنا وتاخذ واحد اللون اشقر. المهم البصله خاصها ضروري تدخل هذيك النكهه ديال الطياب، لان حنا هاد البريوات غنديرهم انا في السيجار، غنديرهم في الفران. انا في نفس الوقت كنخلي البطاطا هكا كنراقبها واش طابت، وفي نفس الوقت البنات اللي شفتوا البطاطا بدات غايب ضيفت لكم داكشي، ديما ديروا معلقه ديال العود هكا كتحبس داك الماء ما كيفايتش. هنا كيف كتشوفوا معايا غادي نستمر معكم في نفس الوقت كنشحر البصله وكنستنى البطاطا تطيب، راه ما غتاخدش معنا هي بزاف الوقت. الطريقه كتغي كتسلق البطاطا، بعد ما كتسلق كنصفيها وكنمعسها غير بالشوكه، كنديرهاش بالطحانه. في الوقت اللي فات اللي درتها بالطحانه، ولكن هاد المره غادي نديرها غير بهكا بهذيك اللي كتطحن البطاطا. اوكي انا راه كتشوفوا البطاطا راه باقا سخونه، غادي نديرها تما. غادي نحاول انني نبرك عليها غير شويه، ما بغيتش تطحن بزاف تولي بيوري، حيت علاش قلت لكم ديروا غير بالفرشات ولا بهادي باش ما توليش لكم خفيفه، حيت لو ولات خفيفه كتفرقع عليكم في الفران ولا في القليان. انا واخا كنعيا نحاول كل مره نجرب طريقه جديده باش ما تحلش ليا في الفران، لانني انا ما كنقليهمش كنديرهم في الفران. فكل مره كنجرب معكم طريقه حتى نلقى الطريقه الصحيحه. واخا داك المره قلت لكم الطريقه الصحيحه هي انكم تجمدوهم عاد تدخلهم يطيبوا. هنا غادي ندوز باش نوريكم شنو غادي نخلط معاهم. بالنسبه للبنات للخلطه راه ممكن تضيفوا اي حاجه بغيتوها، ممكن ديروا البصله والمعدنوس والطون والزيتون، وهذا كل واحد يدير اللي بغى. المهم انا كنخليها مسامبل. هنا في نفس الوقت ماما راه كتدير الدجاج بلدي، غادي ديروه يطيب، وغادير السفه، وانا غنكمل معكم البريوات وناخذ معاكم ناخذ غير لقطات هكا نوريكم شنو كدير ماما. هنا عندي الفخوماج كنسال هذاك اللي طحن داك المره، غادي نعاود نطحن عاوتاني شويه ديال الموتزاريلا وشويه ديال الفخوماج احمر باش نديرو تما في البطاطا. ممكن ديروا غير جبن مكعبات ليكم الاختيار، كيف ما قلت لكم ممكن ديروا الطون، ممكن تضيفوا شويه الكفته وشويه الدجاج صدر، ممكن تخليهم سامبل، انا كيعجبوني غير بالفرماج. المهم فهمتوني، كيبقى لكم الاختيار دائما الحشو كتنوعوا كيف ما بغيتوا نتوما. انا كيف كتشوفوا الشكل ديال الفرماج هو هذا. صراحه هذه القضيه هذه سهلت علي، انك تبقى تحك حك 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 في حك في الفرماج نصك كضيع في الحكاكه وكيبدا يتعجن. هذه الطريقه جاتني رائعه، كيبقى شوفوا كيفاش داير بحال داك اللي كنشريو جاهز. المهم درت القياس اللي انا بغيت. هنا غناخد شويه ديال الجبن الكريمي اي نوع، انا درت في لاديفيا غير معلقه، ما بغيتش نكثر باش ما كما قلت لكم كنحاول نعرف لي زاستيوس باش ما تحلش ليا البطاط البريوه في الفران. انا درت شويه الملح شويه البزار، ما كنكثرش فيهم التوابل، الملح وبزار شويه جو ناقص الملح، ولكن ماشي مشكل. انا درت بحساب الفخوماج غيكون مالح، ولكن ماشي مشكله. هنا غنحاول نخلط هاد العناصر مع بعضها هكا حتى تندمج، ونخلي الحشوه حتى تبرد. ضروري غتخليوها حتى انا زربانه غندخلها الثلاجه حتى تبرد عاد نخدم بها. انا كيف كتشوفوني كنخلط العناصر مع بعضها وغنخليها في الثلاجه تبرد، وندوز نوجد معكم داكشي ديال الطبله. راكم عارفين العواشر كنحاولوا نبدلو شويه الطبله، نحاولوا نحطوا داكشي من نعاودو نجددو. انا راه عاودت غسلت الطبيصلات قديت باش ندوز نعاود نحط حطه، لان نهار العواشر كنديروا فاكيه كنديروا، واخا راه دابا الفاكيه ديال لينا العام كامل كتديروها، ولكن كنبغيو نوعو في العواشر، كنبغيو نديروا شويه الاختلاف باش تبان الطبله مزيوقه ومحدقه. انا غنحاول انني داكشي اللي عندي نوزعوه على هاد الطبيصلات هادي، غنبدا بهداك التمر وداكشي اللي كنفطروا به اللي كتحل اللي كيحل به الواحد الصيام ديالو اللي كيفرق به الصيام ديالو. غندير التمر والشريحه جوج الانواع عندي وزبيب. مهم غنشوف معايا المراحل هنايا كيما غادي
نشرح لكم غنبي لكم في الفيديو شنو نشرح نسيتو غنشرح لكم الهربه. المهم زعما راكم فهمتوني، كل واحد واش الطقوس ديالو، كل واحد كيفاش كيحضر هادشي. كاين اللي كيديرهم حتى مورا الفطور عاد كيحط ديك الصوانيه وكيدير داكشي في الطبيق وكيحطو، كاين اللي كيحطو بحال هكا في الطبيصلات، كاين اللي كيحطو مع الفطور. حنا كنحطو مع الفطور هادشي، وفي نفس الوقت مورا الفطور فاش كنجمعو كنسيرو الناس الصاله ديال التراويح كنعاودو نديرو داك اتاي وكنعاودو نجلسو ناكلو بحال هكا، نحطو هادشي عاوتاني اللي بغا. انا فاش كنجمع الطبله كنخلي هادشي اللي كيبقى بحال دابا هادشي ديال اللي غنعاود ناكل منه مورا الفطور، فاش كندير صينيه اتاي كنعاود نخليه في الطبله وكنعاود حتى كنعاود نحطو نعاود نهز. فهمتوني؟ راكم المهم كل واحد الطقوس ديالو والعادات ديالو. وهنا عندي كنحاول نشوف شنو اللي غيجيني في الطباسيل كاملين باش يجيني مقاد. فهمتوني؟ فكتشوفوني بعد المرات كنبقى نحط ونعاود نقلب ونشقلب، كنبغي داكشي باش يجيني مقاد في المنظر. المهم هنا درت الزبيب، كان خاصني ندير التمر الاخر والمعسل، لقيتي يبقى شويه قلت صافي بلاش بلا ما نديرو. المهم حطيت في بلاصتو داك الزبيب الصغير الزبيب العادي. هنا غادي ناخد هذاك المكاديميا وغناخد الدرا، هادو اللي جابت اختي من الاسبان. هاد الدرا هادي ديال بيرو، اول مره داكشي الحجم ديالها كبير بحال ديك الدرا اللي كتباع عندنا حنا مكه، هادي ديال بيرو عندهم زويونه وصراحه بنينه ما فيهاش بزاف التوابل. المهم صافا بالنسبه للفطور، اولا مره الفطور ما غاديش تشحفوا ما غاديش تشدكم ديك الشحاحه ديال الملوحه ولا التوابل. فهنا غنحط هذيك الدرا، غنحط مكاداميا هكا في هاد الشيها. ولكن راه ديما تشوفوني حطيت وتلقاوني قلبت، راه كيما قلت لكم راه تنحطو بعد ما تيبان لي المنظر اولا داكشي ما مناسقش كنعاود نقلب ونشقلب. المهم داكشي تكيجيني. هنا درت هذاك النوت برازيليان الكركاع ديال البرازيل، هذا راه زوين وصحي ولكن ما كاين عندنا في المغرب. شحال هادي كان كيتباع رخيص دابا ولا غالي، ولكن هذا راه جبتو اختي كيما قلت لكم من الاسبان، دابا حيت ولا معروف انه صحي ولا اي حاجه كتولي معروفه صحيه كتزاد في الثمن. بقات عندي بلاصه خاويه كنقول واش نحط بيباس. هذه بيباس كيف ما كتشوفوا فري جلوتين، مكتوب عليها سين جلوتين. المهم ما درتهاش حيت قلت ما جاتش نحط الريعه مع الفطور وداك الشيء في الطبسين ما جاتش. انا ما خدت السميده رقيقه ديال السفه، درت عليها الماء طايب وغتخليها حتى شويه عاد ديرها تفور. لقيت الزبيب كحل عندي، قلت الزبيب كحل كيمشي مع المكسرات اللي بحال هكا سواء كانوا مالحين اولا كانوا حلوين كيمشي معاهم الزبيب الكحل، فحطيته في هذه الجهه هذه وقلبت الجهه الاخرى المكاداميا، حولت هذيك الجهه باش يجيني داك الشيء متناسق كما قلت لكم. مصيبه صافي. ايوا هنا كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الطبيصلات اللي حضرت. هذاك الفريرو روشي حطيته قلت هكا بحال هكا الواحد ياخذ شوكولا مع مورا الفطور هكا، راكم عارفين ديك النهار ديال 27. صراحه كانوا الطقوس زوينين زمان، دابا مابقى الطقوس مابقى والو غير كنديروا صواب وصافي. هنايا كان بكري الواحد كيدير حنا ونقيش ويجمع وهذا، دابا ولينا عاد نديروا المنظر وصافي ما بقى خاطر داكشي. المهم هنا كنحاول نحط داكشي اللي باقي عندي هكا كما قلت لكم، نبدل شويه الروتين ديال الايامات الاخرى باش نحسوا ان راه داك النهار بدلنا شويه الطبله وصافي. هنايا غنكمل بنفس الطريقه، وباقي لي الفاكهه اللي هي اللوز والكركاع غادي نحطهم في واحد الزلايف وغادي ندوز نحط داكشي في الطبيله. ايوا الا شوفوا لي اللون لونه كتشوفني كتبدا تك 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 في الشرجم. العفريته هادي عفريته عفريته ديالي لونو ميلانو العفيرتة ديولي هانتي. ايوا المهم تما تيقول لكم بركع عشر. صافي هنا كيفما شفتوا معايا غادي ندوز باش نبدا نحط داكشي في الطاوله لان كنقرب الفطور. بدا كيغلبنا الوقت في الاخر رمضان، بدا الوقت يسمر علينا في تضرب علينا الزواقه في الكوزينه. ايوا المهم هنايا كيف كتشوفوني راه كنحط داكشي ونحط طبيصلات ونوجد داكشي اللي كنحتاجو باش صافي كيكون عندي داكشي ساهل. انا اليوم ما درتش بزاف الحاجات، باقي عندي الكيك فغادي نحطه هو نفسه، ما غاديش ندير يعني ما محتاجش انا ندير كيك ولا بغياوش ولا شي حاجه ولا ندهن بطبوط وداكشي ما كاينلاش حيت دايرين الصفه. فكنحاول ديما نشوف شنو اللي غنحتاج. ايوا صافي هنايا غندوز للمراحل الاخيره اللي كما قلت لكم، باقي لي اللوز والكركاع حطيته في هاد الزلايف هادو باش يعطيني منظر باش نبدل شويه داك البيض. درت هادو لي ترونسبارون باش ما يجينيش كلشي بيض بزاف، كنحاول نوع شويه. وغادي ندوز نصيب دابا دوك البريوات باش نديرهم في الفران، لان البريوات في الفران كيبغيو ياخذوا الوقت في الطياب. واخا في الاخر نقول لكم راني درتهم في الاير فراير كملتهم حيت بانوا لي غيبداو يتنفخوا ويتفرقعوا، انا ما بغيتهمش يتفرقعوا ليا، ديال البطاطا ديما تيتفرقعوا ولكن الحمد لله ما تفرقعوش ليا بزاف. البنات فاش تكونوا كديروهم في اللويه في الطويه
حاولوا طويهم ما تزيروش عليهم باش ني بغاو ما عرفتش. قلت لي ماما هاد المره جربت تقبيهم بكيغدون، هاد المره غنجرب هاد القضيه ديال انني فاش ندوي السيجار غادي نتقبها ونشوف. المهم هنايا راه ماما دارت فوراتها تفويره، بعد ما طلعت التفويره حطاتها تما كتبرد وغادي تسقيها بالحليب. انا كنحاول نخطف لكم مراحل، مي انا سبق لي نوريناكم الطريقه بالتفصيل شحال هادي في الفيديوهات السابقه. بالنسبه للمبتدئات اللي لاول مره غيصايبو السيجار، ديما الجهه اللي كتبري هي اللي كتكون لتحت والجهه اللي ناشفه هي اللي كنحطو فيها الحشو. زعما اونسي جامي شي حد ما يكونش يعرف يدير براوات، ما يدبركوش كيعرف يطوي البراوات ويديرهم. انا كندير السيجار كيجوني ساهلين بخاتيك، كتجيني الورقه ما كتضيعش، كديري وحده كتعمريها مزيان تطويها هكا ساهله، احسن ما ديك بقات تطوي في البراوات تعودي فيها وتقطعي في الورقه وتزوقي وديري. المهم هنا لقيت راسي ناسيه فخوماج الاخر، داك الفخوماج ديال الحجره شحال داك الفخوماج ديال الفرماج ديال الحجر، قال لي حيت زعما داير بحال الحجره ديال الحجره الكف. المهم هدر داك ديال الشيفغ فومي، ما غيجي زوين غيجي بنين في البريوات، ما نكثرش منه باش ما يخلطش ليا ما يخسرش ليا النكهه ديال البطاطا. عندي غير شويه هكا عطينا البنه وبدلنا داك اللوغو. المهم راكم كما قلت لكم الحشوه نوعوا فيها كيما بغيتو. غندوز دابا صافي نبدا نحمرهم، نحاول نديرهم شويه كبار يجيو مقادين الى خضر واحد جوج ثلاثه مزيان. انا كتجيني ديما تندير ثلاثه البريوات هكا الواحد ولا اربعه، المهم تجي مزيانه هكا وتجيني ديك نص كيلو ديال الورقه تنخدم بها ماكسيموم. الى شاطر تتشط ليا جوج ورقات ثلاثه ما تيشوتوش ليا، ديما عيني ميزاني. المهم كيف قلت لكم الغزالات كتعلموا شويه شويه، الواحد كيتعلم حتى كيولي عارف اشنو يدير. عرفتوا هاد التريبيس باتني كتقل عليها التليفون كتبقى طيح ليك ما كتبغيش توقف، ملي تتوقف خصك توقفيها عوجه باش تشد لك دات لي السكر ما عرفتش شكون ما هكا. المهم هنايا كنحاول نقاد الشكل ديال السيجار وفي نفس الوقت غادي نطوي، وانا كنقادها بحال كعب غزال فاش كنكونو كنصايبوها، وانت كتشكلي فيها وانت كطوي. وردوا البال انني ما زيرتهاش غير طويت ماشي جبدتها، وانا كنلف ما كنزيرش باش نخلي لها اتساع فين تنفخ، حيت المهم ندير البطاطا ملي تدخلو تابو تيتنفخو تجي الشكل ديالها هكا. وكنحاول ما كنستعملش زيت ولا طحين باش اللون البياض بيض باش نلصق الورقه، هذيك الورقه نفسها كنلصقها مع داك الزيت اللي كيكون باقي فيها. كنحاول ندير ديك التانيه هي اللي كتجي من تحت وكنضغط عليها وكنحطها هكا، ما كتحلش ليا حتى في القليان كاع ملي تنقليهم ما تيتحلوش، حيت الورقه اون فوا كتلوحيها في الزيت سخون كتجمع. غير هو كتبقى الفرق ديال الفران انه هادو ديال البطاطا كيتحلو كيتنفخو كيتفرقعو. مهم اما في القليان راه الزيت كتكون سخونه ملي كتلوحي فيها البريوه، مع ان بزاف البنات كيقولي راه حتى في القليان تتفرقع عليهم. انا غنحاول جربتهم معكم في القليان قلت لكم بيتوهم في الثلاجه ولا غدا لي قليوهم هكا ما تفرقعوش ليا، جربت الطريقه هذه. وهاني كدور كيف العاده في الكوزينه تشمر حتى الدجاج كلوها مشى. هنا صافي ها هو التفويره اللي بعد ما فورت ماما الكسكسو، التفويره الاولى يعني هذيك اللي وريتكم، راه كديروا تفويره وحده كتسقيوه بالحليب مزيان، ومن بعد عندنا الزبيب كيدار عندنا اللوز راه هو واجد، وصافي من بعد اخر تفويره كتحطوا عليها السفه. انا صافي راه بالدقيق ربي اذن غادي نخشي البريوات باش يلا ياخذوا الوقت في الطياب. مني بانوا لي يبداو صراحه بانوا لي يبداو كيتنفخوا وغيبداو يتفرقعوا، انا نهزهم حولتهم في الاير فراير بالزربه باش يكملوا في الطياب، لان كان الوقت اولا قرر ربي اذن، ثانيا كانوا بانوا لي خفتهم يتفرقعوا اكثر ما هكاك. هنا اللوز رقلته ماما غادي نديرو يتطحن غير يتهرمش ماشي يتطحن، والعصير راه صيبته بخيزو الليمون، درت غير خيزو الليمون اليوم ما درتش شي حاجه اخرى. المهم راكم عارفين هنا اللوز غادي نهرمشو باش يبقى كونكاسي هكا باش نزينو بيه السفه. وهنايا صافي راه كيف كتشوفوا كلشي واجد تقريبا راه غيأذن يعني ما بقاش بزاف. بالنسبه للسفه راه ماما صيب فيها وتخليها حتى نفطروا وناكلوا الدجاج عاد نكملوا التفويره الاخيره طلع، يعني فاش نقربوا نحطوا الدجاج غنديروها التفور. هنا كتبقاو تراقبوها واش خاصها الحليب ولا لا، لقينا خاصها مازال واحد شويه الحليب او نزدناها. المهم راه السفه كلشي كيعرف يديرها، ورجعوا للفيديوهات السابقه. صافي غادي نوجد الحليب، راكم عارفين السفه ضروري كنحطو معاها الحليب وكنديرو فيه شويه ديال المزهر ضروري كنت غنساه. وانا نتفكر وانا درت المزهر وحطيت هكا داكشي على لا، شوفوا لي الشكل ديال البريوات مني جبتهم من الفران ودرتهم في الاير فراير راها طوب. الاير فراير احسن استثمار الواحد يقدر يديرو، فصراحه تيجيو فيها زوينين. هنا الطبيله هي هادي صافي اذن كيف كتشوفوا القهوه ديالتي راهي محطوطه يعني اذن صافي. راه ما تيصلي وغيجيو دابا نجلسوا نفطروا، ومن بعد غادي نحطوا سلطه، صوبت سلطه غير ديال مطيشه
والخيار والخس ما درتش فيها بزاف حيت كاينه الصفه وكاين الدجاج، ما كنكثروش السلطات بزاف. وصافي درت هذوك البريوات كمملحات مقبلات، وكان هذا هو الطبق ديال الدجاج والصفه. كنتمنى لكم عواشر مبروكه، صحه وسلامه، ونتلاقاو في فيديوهات جايه. ما تنساوش لايك كومنت. باي باي.